أكدت وزارة المالية أن المواطن يأتي على رأس السياسات المالية، وأشارت الوزارة إلى أن السياسات المالية تستهدف بذل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسط الدخل وتخفيف الأعباء بكل السبل عن المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة إليهم وزيادة أوجه الإنفاق على كل ما يهمهم وفي مقدمتها الصحة والتعليم.